من وقت للتاني الواحد بيحب الحاجات دي، يعني طبعا نفسه بتهف على الحاجات دي، خصوصا لو كان فيها توم بقى وبتاع. احنا ممكن ننسى الكلام ده مؤقتا بس عشان صوم الرسل جاي، اياكم تفتكروا ان في على طول كده، لا لازم نحبس على طول بصوم بعد الفطار لحسن ننسى. ماشي طيب، ننسى الاكل والشرب، عايزين نشوف بقى التغيير مش بتاع الاكل، التغيير اللي ربنا عايزنا فيه في خلال القيامة. احنا دايما بنتغير الحقيقة، وانا قبليكم بنتغير للعكس، يعني ربنا عايزنا نوم احنا ايه نبعد، وبعد دايما اسبوع الالام بيكون النشاط الروحي شوية موجود يعني، فالواحد يريح بقى، فالتغيير يطلع نيجاتيف، فبدل ما الواحد يتغير لربنا يتغير بعيد عن ربنا. لكن عايزين نرجع تاني للفكرة، نتغير في اتجاه ربنا ونشوف ايه القصة. الاول بس عايز اسألكم سؤال، لو حد خيروه قالوا له كده اختار اي حاجة تحب تغيرها واكتبها في ورقة، اول حاجة تيجي في بالك تكتبها في الورقة دي ايه؟ فكر، ما تقوليش يعني، فكر بس لازم تفكر. عندك ابتدي بقى بالاكل والشرب ماشي، الهدوم ماشي، الشكل ماشي، انت كده ادخل بقى في العميق، ادخل كده في النفس، ادخل في القلب، ادخل في الفكر، ادخل في الطباع، في العادات. ما تدخلش طبعا في الطول ولا القصر، يعني ما يعني مش هتغير يا ولاد. بص يا ولاد، يعني ربنا يديكوا كده، المسيح نفسه هو اللي قال كده، قال من يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحده، يعني محلوله، يعني ما حدش يقول عايز معجزه في الحاجات دي يا ولاد، الله يخليكم. طيب فكرتوا اهم حاجه ايه؟ اصل الواحد لما يقول انا عايز اتغير غالبا بيكون محتاج شويه حاجات كده يتغيروا، مفيش حاجه واحده. اتفضل. القلب، كويس. حد عنده راي تاني غير كده؟ اتفضل. الطباع، حلو كده، عندي القلب وعندي الطباع، الشخصيه، كل حاجه، كله بايظ ولا ايه؟ لا اسم الصليب ده انت زي الفل، مير ده يا رب اعرف ابقى زيه. اتفضل. اي حاجه بتتسلط عليا، ده ليه دعوه بالقلب ولا ليه دعوه بالفكر ولا عاداتي طباعي؟ زي الشخصيه يعني، حاجات بتتسلط عليا ممكن تكون منها جزء في الفكر، في فكره معينه حبساني فيها، وفي ممكن طباع مش عارف اغيرها، وفي ممكن قلبي مش عارف اوجهه. صح، جميل. طيب يلا نبتدي كده بالاهم، واللي انتوا قلتوه فعلا هو الصحيح، عشان كده المسيح قال لنا الايه دي، يا ابني اول حاجه واهم حاجه اعطني ايه؟ قلب. خلاص من الاخر المسيح حلها. ولو انا ابتديت النهارده امسك لستة تغييرات كتيره مطلوبه مني ان انا اعملها ونسيت الفكره بتاعت القلب دي، هغير كل التغييرات وترجع تاني، هتبقى عامل زي الاستك، عارفين اللي بيحدف كوره بس هي مربوطه باستك، ايه اللي بيحصل؟ بترجع تخبط فيه. هو افتكر انه حدفها وغيرها خلاص مشيت، لا الحقيقه رجعت تاني، رجعت اكتر، لان القلب نفسه كان فيه ايه؟ كان فيه مشكله. عشان كده اللي بيبتدي في العمق يغير القلب هو اللي بيقدر بسهولة جدا يغير السطح. عشان كده المسيح، عشان كده القديس بولس الرسول يقول ايه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ اذهانكم، اعماقكم، اذهانكم مش مجرد بس افكار ومعلومات، لا القلب الجواني، القلب الجواني ده يتغير ازاي؟ ده شغلانة بس لازم يعملها، يعني صحيح سكة طويلة ولكن هنمشيها سوا مع بعض، وهنتكلم في الطرق ازاي اتغير. ولكن خلونا ندي الاهميه لده، ما تخليناش نطنش حته القلب دي، لان غالبا لما الواحد بيبتدي يتكلم في الروحيات الناس بتزهق وتمل وتقولك ايوه ها ماشي طيب ابونا بقى وبتاع، لازم يقول لنا كلمتين روحيين ويلا خلاص الحمد لله الوعظه خلصت، نرجع تاني بقى للماتش. لا احنا عايزين بجد ندي اهمية لده، واروح البيت حط في بالي اهم حاجة انا عايزها قلبي. عشان كده
يجي داود النبي هو بيصلي يتكلم كتير قوي عن حتة القلب دي، يتكلم كتير قوي، قلبا نقيا ايه اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في احشاء. هو منع عينه حتة القلب دي، هو ده الروت، جدر يطلع منه غذاء يشبع كل حاجة. لو حبيت اغير الساق او الورق مش هعرف، لازم الجدر. لو حبيت الون ورقة ورقة من الشجرة مش هعرف، انما لو دلقت نقطة حبر على المية اللي نازلة على الجدر ايه اللي هيحصل؟ كل الشجرة تتلون. على فكرة دي الطريقة اللي بيلونوا بيها الورد، تعرفين كده؟ بيحطوا شوية مية في قعر زهورية، المية دي فيها اي لون، بعد شوية بيشرب الورد المية ويطلع كل ورق الورد متلون. الواحد يقول يا سلام حاجة بنفسجي خالص، لا هي اصلا بيضة، عشان بس ما تبقاش هي بيضة، ولكن الناصح حط على الجدر. لو انا النهاردة عايز اغير كل حاجة في حياتي ابتدي بايه؟ بالقلب. لو حبيت ادي نفسي تمارين نفسية برضو مش عارف. لو حبيت اغير لغتي، اتكلم شوية انجليزي شوية عربي، اخد ثقافة بقى، اقرأ لي كم كتاب كده بقى عشان اتغير راجل سوبر تمام، مش عارف. لو حبيت ادرس واقول بقى ان شاء الله لما هدرس الحاجة الفلانية واخد الشهادة هبقى واحد تاني، سوري. لما تهاجر وانت مش متغير من جوه قلبك برضو، القلب اجدع حاجة، اجدع حاجة. عشان كده الشيطان لما يحب يغير الديس ما يشتغلش معاه على سكنه، ما يشتغلش معاه على حاجة، يديله كام فكرة كده تدخل جوه قلبه هو دي اللي يلعب بيها كلها. الشيطان لما حب يضيع حد من تلاميذ المسيح، عايز يضيع تلميذ المسيح ليل نهار معاه زي يهوذا، عمل له ايه في القلب؟ خلاه ياخد حتة شهوة فلوس، قال له بص الناس بتبعزق الفلوس ازاي، ده له فكرة. قال له بص الست دي ماسكة شوية ناردين، شوف ده لقيتهم ازاي، مش خسارة؟ تعرفين ان يهوذا الاسخريوطي كان متضايق جدا على تمن الناردين اللي اتسكب على المسيح، لانه كان يسوى وقيمه هو ب300 جنيه، قال كده، قال يعني ده كان ممكن يعطوه للفقراء. شايفين الفكرة دخلت ازاي؟ اتري القلب اتصاب بطلقة رصاص. عشان كده يهوذا كله ابتدى يا ترى بقى انا فاتح قلبي لايه يغيرني. في ناس كتير بتسمع كلام ناس بتقودها، واحد مشهور، واحدة مشهورة، الترند دلوقتي مين بنسمع له؟ فلان فلانة، وهم بيتكلموا انا بنبهر بتأثر، قول ياه شايفين هو ده الصح وده الكلام. بعد شوية الفكرة تدخل جوه قلبي تعشش، تعمل ليها ايه بقى حاجات. تاني يوم على طول اقول انا عايز ابطل الحاجة الفلانية، ايوة على طول ما بانت. يا ترى بقى لو انا اصلا عندي حاجات مش حلوة وعايز اغيرها، تعالوا نلعب اللعبة اللي بيعملها الشيطان معانا بس بالعكس. الشيطان بيبعت لي فكرة وحشة عشان يغيرني للاوحش، طب انا هلعب العكس، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل بنفس الطريقة، هعمل ايه؟ هاخد فكرة حلوة من المسيح ازرعها جوه قلبي واحتفظ بيها. خبأت كلامك في قلبي ليه؟ لكي لا اخطئ اليك. دخلت كلمتك جوه وزرعتها وسبتها، وده اللي المسيح قاله، قال كده في خرج الزارع ليزرع، عمل ايه؟ حدف بذرة، شوية بذور اترمت في ارض طريق ناشفة، جت الطيور وكلتها، انما واتدرج معانا من الصخور للشوك، بعد شوية لقى ارض جيدة. البذرة لما دخلت في الارض الجيدة اتزرعت جوه، طلعت ياه سمر 30 و60 و100. احنا عايزين ده، احنا عايزين التغيير بتاعنا يبقى ده. عايز اخد كلمة ربنا هي اللي تتزرع جوايا
مش كلمة حد غريب، مش عايز أكون مقاد لأي حد، مش عايز أكون مش فاهم أنا جاي منين ورايح فين، قلبي ده رايح فين مش عارف، محبتي دي رايحة فين مش عارف. يلا ندخل في تاني حاجة في الأهمية، هي فكرة الهدف. بص يا أولاد، إحنا كلنا عندنا مفارق طرق، وساعات الواحد بيكون في النص كده، هو دايما اتعود يختار بعض الاختيارات كده وفي الاخر بتبان ان هي مش كويسه ساعات. يعني في طبعا ناس بتبقى شاطره من الاول بتختار صح، تمشي صح. المسيح كان مره دخل بيت ثلاثه حبايبه، مين؟ مريم ومرسى والعازر، البنتين بقى، وهما في البيت. مرسى حركه بتشتغل ومريم قاعده عند رجليه. المسيح قال مين اللي اختار الاختيار الصح؟ مريم. واختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منه، ماشي، الحاجه الى واحد. فالمسيح يقول لي كده، لما تكون عايز تتغير بص من بعيد، شوف انت بتنشن على ايه، عايزه بتنشن على ايه. تعالوا كده نسأل، صيد السمك ولا صيد الناس؟ دي مفارق طرق. مين ده؟ بطرس. مش بس بطرس على فكرة، كل الصيادين كانوا كده، لان اندراوس اخوه برضو كان صياد، يعقوب ويوحنا برضو كانوا صيادين ولاد زبدي، صح كده؟ وهكذا. طيب جواز هنية ولا المسية؟ انتوا عارفين بس الكلام بيشاور على حد، ها مين؟ سامرية. حاولت خمس محاولات تتجوز جوازة شرعي، تروح للكاهن او ما ينوب عن الكاهن، تعمل العقد، تتجوز، تعمل الفرح، وبعد كده تكتشف ان هو ايه، مش زوج كويس، تتطلق خمس مرات، وفي الاخر مشيت غلط. لما قابلت المسيح على البير ايه اللي حصل؟ لا، تركت الجرة بقى وتركت حياتها، قلت له بس اول مرة اشوف دايركشن مظبوط، اتجاه صحيح، هو ده، تعالوا انظروا بقى. راحت للناس كلها قالت لهم تعالوا انا شفته لاول مرة، عرفت انشن، ما تيجوا انتوا كمان معايا تنشنوا. قالوا لها ماشي. راحوا قابلوه، هم كمان قالوا لها على فكرة احنا كمان نشنا صح، احنا اخترناه، هو ده المسيح. طلع هو ده المسيح، هو دي الفكرة. لو انا عايز اتغير، وبص على اتجاهاتي دلوقتي، انا عايز ايه؟ طموحي ايه؟ بعمل ايه في حياتي؟ ناوي اعمل ايه؟ او انجزت ايه طيب وعايز اكمله؟ سيبك من كلام الاحباط ان انت ايه مش عارف ومش نافع ومش واصل ومش، خلينا بقى اولاد ربنا نتكلم صح، نتكلم كلام ايجابي. شوف انت عايز تعمل ايه، قول يا رب بارك. دخلت الكنيسة قالوا لك خدمة، دخلت الخدمة، عايز تبقى ايه في الخدمة؟ عايز تاخد منصب ولا عايز توصل للسماء؟ طيب قالوا لك جوازة، يلا حبيت بنت وانتي حبيتي ولد، ها عايزين من الحب ايه؟ كنيسة؟ عايزين السماء؟ ولا مجرد بس نقضي وقت لطيف ونعمل جوازة وفرح ومعازيم ونعمل زفة وشريط الفيديو والسي دي والألبومات بتاعت الصور والعزومات وهيصة وباي باي؟ دايركشن بتاعي ايه؟ اشتغلت، طموحي ايه؟ هل اكنس فلوس ولا منصب ولا سلطة؟ وبعدين وبعد ما اخد ده كله يعني، ها ماذا ينتفع الانسان، ها لو ربح العالم كله وخسر نفسه، بعد ده ايه؟ انا عايز اتجاهي فوق في السماء، عايز اطلع فوق. ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ها ما هو فوق، صح؟ شو بولس الرسول بيقول كده، ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق. في ناس كتيرة بقى في الدايركشن دي اختاروا اختيارات غلط، الفلوس ولا السماء، مين اختيار اختيار غلط، مين اختار اختيار غلط؟ يهوذا، واحد تاني كمان، شاب الغني، برافو،
شاب الغني قال لك لا يا عم، مضى حزينا مش نافع الكلام. ايه يعني بيع كل مالك؟ لا يا رب صعب، معلش مش ينفع، اتنازل وبتاعه وبيع القضية، ده انا كل حياتي هي ايه السلامات والتعظيمات والهدوم الشيك والاكلة الحلوة. اتفضل. طيب عشان السؤال ده ساعات كتير بيتكرر هنقوله بسرعة خالص. يعني مقصود ببيع كل مالك مش ان انت تبقى شحات فورا، لا خالص. المسيح فسرها بعديها بالآية اللي بعديها، لان ما اعصر دخول ذوي الاموال، وفي ترجمة تانية المتكلين على اموالهم ملكوت السماء. المتكل على ماله، اللي سنده فلوسه، اللي حاسس بذاته نتيجة معاه فلوس، زي الناس دلوقتي ما بتقول اللي معاه قرش يساوي قرش. لا، هي مش كده، مش ده صح. اللي معاه قرش يساوي قرش هو الشاب الغني، مفرقش حاجة. اللي يقول كده يعني شاب غني، زي اللي في الكتاب المقدس متكل على فلوسه. انا اساوي مبلغ رقم، انا بقيت رقم، انما ربنا فين في حياتي ولا اعرفه، مش متكل عليه. طب لو انا متكل عليه هعمل زي المرأة اللي هي الارملة اللي طز في الفلوس، اخر اتنين مليم رمتهم بسلاسة، عادي يا رب مفيش حاجة، ما انت هتجيب لي تاني. يعني اتنين مليم، يعني انت مالي السماء والارض، مالي الكل بلاهوتك، يعني مش هتعرف تأكلني وتشربني؟ لا يا عند ده انت هتأكلني احسن اكل وتنيمني احسن نومة وتفرحني وتعيشني. على فكرة الارملة لا كانت متكلة على فلوس ولا على راجل، لان جوزها ايه؟ ميت، ما حلتهاش حد، وقوية جدا، متكلة على الله مش متكلة على الفلوس. تعالوا بقى في اللي بعد كده نشوف الحاجة التالتة، وهي العادة، العادات، الطباع، الحاجات المتكررة. يعني مثلا تعالوا نشوف كده حاجة اتغيرت، احنا نتكلم عن التغيير. تعالوا نشوف حاجة اتغيرت عند بطرس الرسول من وراء القيامة. قبل القيامة حاجة، بعد القيامة حاجة تانية خالص. ها فكروا قولوا لي ايه الحاجة اللي اتغيرت. ايوه، بطرس كان عنده اندفاع، موافقين على الكلام ده ولا لا؟ اندفاع شديد، عمل كذا حاجة كده فيها اندفاع. اندفاع في الكلام، وقال للمسيح مرة اياك تتصلب، والمسيح قال له ابعد عني يا شيطان، برافو، وقال له كده باندفاع انا احبك اكتر من الكل ان انكرك الجميع، وانا واذا حتى لو اضطررت ان اموت معك، صح. واندفع ومسك سيف وقطع ودن واحد فاكر ان هو بيحامي عن المسيح. ده كلام عظيم جدا، اندفاع جامد قوي. طب ايه بقى اللي اتغير فيه بعد القيامه، بعد قيامه المسيح ايه اللي حصل؟ حد عارف؟ اللي هي بقى عنده الاندفاع ليه اسم تاني غير الاندفاع، اسمه الغيرة. كان غيور، في مرة من مرات اتقفش، اليهود قفشوه، هو وقديس يوحنا الرسول، اكبر واحد سنا مع اصغر واحد سنا، الاتنين كانوا شغالين مع بعض، اتقفشوا، مسكوهم ضربوهم عجنوهم تمام التمام واتسجنوا. وهم خارجين بقى، اصل مفيش تهمة، يعني هما بس بيبشروا باسم يسوع الناصري المصلوب اللي مات من كام شهر، ماشي. لما اتقفشوا كده قالوا لهم يلا بقى امشوا، بس على فكره في شرط، ايه؟ لو سمعنا عنكم ان انتوا بتبشروا تاني باسم يسوع هنعمل فيكم كده تاني. فبطرس الرسول رد بقى، شوف التغيير، قال ايه بقى؟ شوفوا، نحن لا يمكننا ان لا نتكلم باسم يسوع. ما نقدرش نحبس الكلام، انا هتكلم، يعني هتكلم، بقول لك ايه، انا عندي كلام هقوله، يعني هقوله، ان شاء الله تجيبوا لي مين. ايه الغيرة دي؟ ايه الغيرة دي؟ غيور، واشتغل بقى، وكان على فكرة الغيرة دي لاخر يوم في عمره لحد ما اتصلب. انتوا عارفين الغيرة بتاعته خلته يعمل ايه؟
يتصلب ونكس، لانه قال انا ما اسويش المسيح راس براس كده اتصلب زيه، لا لا انا تحت وهو فوق، فاتصلب ونكس الراس. يلا اختاروا لي عاده عند بولس الرسول اتغيرت، ما النفع دي خلاص بتاعه بطرس، الاضطهاد دي عاده، عاده الاضطهاد. هو كان عنده غيره بس ما كانتش غيره صح. رائع هي، بس قبليها كانت، قبل ما تتحول كان فيها ايه؟ اتفضلي. صحيح، في مره كده قال مرقس ده ما ينفعش يشتغل معايا في الرحله بتاعتي لانه ما سابني في الرحله الاولانيه فما يجيش معايا في الرحله الثانيه. اوكي، لكن قبل ما يبقى بولس كان هو نفسه قال، ايوه برافو شاطره، هو نفسه قال كده، انا الذي كنت قبلا مفتريا. على فكره مفتري دي مش كلمه عامه يعني، لا كلمه عربي فصحى وموجوده في الكتاب المقدس، يعني لما تقول لحد انت كنت انت مفتري يعني، يعني دي موجوده كده زي شاول الطرسوسي يعني، عنيف، مفتري عنيف قاسي، قلبه مش حنين، يشوف واحد زي استفانوس بيترجم قدامه دبشه دبشه بتنزل على دماغه والدم بينفجر من راسه ومن جسمه وبيبتدي يتمايل هيموت، مفيش شفقه، كل الشفقه بتاعته تحولت ان هو عايز يخلي باله بس من الهدوم بتاعه الناس اللي بتضرب الزلط. ايه الحنيه دي؟ بعد كده تحول، تحول تماما، كل العنف ده اتقلب لاحتمال قوي جدا جدا جدا. وقعد في كورنثوس الثانية 11، كورنثوس الثانية الرسالة الثانية يعني، قعد يقول كده كل العذابات وكل الاضطهادات اللي اضطهدها، اتكسرت بيه السفينة كتير، اتضرب العصي كتير، اتجلد كتير، اترجم ومات وربنا قومه. في مرة من المرات احتمل انه ينزل، انا اسف، زي في مقطف من عصور عشان يهربوه. في مرة من المرات بولس الرسول دون، يعني انتوا عارفين كان نايم في السجن مليان قروح ودمامل في كل حتة في جسمه في السجن وهو سنه كبير. يعني عايز اقول لكم كل العنف اتقلب لقوة احتمال. ايه الطباع دي؟ يا ترى انا النهاردة سؤال بقى عندي، انا ايه؟ عايز اغير ايه جوايا؟ يا ترى فيا عنف شبه بولس ولا اندفاع شبه بطرس ولا عادة ايه؟ مثلا عندي عادة كلام كتير رغي، طب ايه رأيكم لما نتعود على عادة هدوء وصمت؟ ايه رأيك بدل ما نتكلم كلام بس فارغ نتكلم كلام مليان؟ تعال ابني واحد، ابني ابني يعني ابني مش ابني ابني يعني ابني يعني انشئ واحد، قوم واحد من وقعته، تعالى طلع واحد من بير ادمان مثلا بكلمه، مش بيقول كده اللي اغيث المعيا بكلمه، افرض واحد محتاج منك النهارده بسرعه كلمه تشجيع، وانا النهارده بس داير على الفيسبوك بعمل ايه؟ طق 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 طق، طلع بقى الكلام بقى اللي يقول واو صحيح، حاجة توجع القلب بس صحيحة. طب بنيت مين بالكلام؟ كم واحد اتبنى من ورا الكلمتين دول؟ خدت لايكات حبيبي، برافو. وبعدين يلا بقى نبني. المسيح النهاردة جاي لي بيقول لي اتشطر وتغير، خلي كلامك زي الشهد، زي كلامي، مش كلام المسيح كالشهد. انا كمان لازم يكون كلامي زيه، من على صورته وايه ومثاله، لازم يكون كلامي كمان شهد. يلا عندي كلمتين متضايق منهم، قولهم لربنا، اشتكي له، يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني؟ مفيش حد هيساعدني وانا بجرح في واحد، مش هنال راحة، المسيح اللي هيريحني. بلاش نجرح في بعض، بلاش نبوظ ودان بعض، انما تعالوا نبني بعض، تعالوا نتغير، تعالوا نتغير.
ايه رأيكم؟ الراجل ده كان عنده عادة ايه؟ شك. برافو. لا الحقيقة بصوا بلاشت يعني ايه؟ هي حتة الشك دي ظلم شوية لتوما. يعني هو توما عنده ايمان، لان توما ده واحد من الرسل، واحد من يعني الجامدين قوي، اعمدة الايمان، مش ايمان عادي. لكن هو كان عنده صفة معينة، عنده طبع فيها بيسموها ايه؟ التدقيق. ايوه ايوه مين؟ ايوه ايوه ابتدت بيسموها كده العقلانية الزائدة. اذا ما شفتش وحسبتش وقست ولمست وشفت ما عرفش اامن عقلي الاول. لكن بعد كده المسيح قال له لا لا، طوبى لمن امن الاول ولم يرى. يعني نقل له ربنا عادة، ما كان عادة، عادة ايمان قبل عادة العقل، وعادة العقل برضو شغالة بس تحت الايمان، لكن ما شالش منه عقله، بالعكس ده اداله نضوج في عقله. وتعالوا النهاردة برضو، لو انا عندي حاجات شبه توما، افكار من اياها بقى اللي هي طالعة بقى، كل واحد ممكن كده تحاربوا فكرة ولا اتنين ولا عشرة، او يسمع من حد معين افكار سلبية، تشكيك عن الله وجود الله ونظريات ايه وكتب ايه واجانب ايه وناس بقى تكتب بقى وانا اخد لي حاجات زي كده. وفعلا الله، اما الكنيسة مش بتشغل لنا عقلنا كده ليه؟ طيب حبيبي شغلت عقلك اكتشفت ايه؟ زي توما قلت مش امن. اما هو على فكرة اول كاتيجوري من الناس اللي بتقع في المطب بتاع الالحاد، هم اللي بيقولوا عايزين نشوف ربنا الاول، لما نبقى نشوفه نبقى نامن بيه. هي هو ده كلام مين؟ توما. هو كلام توما عايز يحكم في الروح بطريقه ماديه فما بيعرفش. ايه رايكم ان المسيح من محبته ليه عمل ايه؟ جاله قال له حاضر. مش معنى كده هيجي لنا كمان وغيري وغيري وغيري، لا، ده جه لتوما في اليوم ده لكذا سبب. رقم واحد، لان هو عمود شايل كنايس بعد كده، لازم العمود ده يهتم بيه قوي، فاهمين؟ كمان لازم يرسمه كاهن، لان هو ما ترسمش كاهن مع الكهنة الاولانيين. مين الكهنة الاولانيين؟ العشر تلاميذ الاولانيين. ما هو المسيح ظهر يوم الحد بالليل، اليوم القيامة ده بالليل في وسط التلاميذ، بس ما كانش معاهم توم، وقال لهم اقبلوا الروح القدس ومن غفرتم خطاهم غفرت، ورسمهم كهنة. بس توما مش موجود، يعني كان مش هيبقى كاهن؟ لا لازم يبقى كاهن، فهيظهر له تاني. فاهمين قصدي ازاي؟ مش مجرد دلع شغل وراه، انت وراك شغل، لكن انا ما ينفعش اقول ما هو ربنا ظهر لتوما يعني انا بقيت اسم الله عليا شبهه، يعني بقى خلاص نطيت النطة دي وبقيت تلميذ من تلاميذ ربنا. ينفع الواحد يتكبر قوي كده؟ يعني ده احنا الواحد يوم ما يصلي اجبية زغرت، صحيح يوم ما صلي اجبية زغرت اقول نفسي لازم يظهر لي شبه ما زي ما ظهر لتوما. مين انا؟ مين انا؟ بصوا بقى، عشان نعمل تغيير يا اولاد لازم يكون في ثلاث حاجات، ثلاث كلمات، ماشي؟ سبب، دافع، حافز. هتقولي لي كلهم ايه؟ صابون في بعض زي بعض، صح؟ لا الحقيقة، لا الحقيقة. فكروا كده، ايه الفارق بين السبب والدافع والحافز؟ هو السبب ده اسهل ما يمكن. بص يا اولاد انا هقول لكم مثل عشان تشوفوا، هقول لكم مثل كده عشان تشوفوا في الدنيا ماشيه ازاي. انا النهارده خارج من البيت جيت الكنيسه، فجأة اكتشفت ان هدومي مقطوعه، هعمل ايه؟ هرجع جاري في البيت ماسك بقى الحته المقطوعه في البنطلون دي واجري يا جماعه وازوغ وبسرعه.
في واحد تاني غيره جه كنيسة لابس نفس اللبس، ولكن جيت اقول له قوم دلوقتي روح غير بنطلونك، يقول لي ليه؟ عادي يعني، ما انت لازم تغير بنطلونك. ايوه بس مش دلوقتي. فاهمين قصدي؟ ايه اللي خلى الاولاني يغير بنطلونه؟ ان عنده سبب قوي اسمه ان البنطلون مقطوع، صح؟ لكن هل كان عنده حاجة مشاعر؟ يا عم البنطلون مقطوع مشاعر ايه؟ انا مش عايز اجيب الكاروهات بدل السادة ابو فجلة في النص، لا انا عايز اغير بنطلون بسرعة. فاهمين؟ غير كده بقى، واحد تاني يحب كل يوم يلبس طقم جديد لان هو بيحب التغيير. ها النهاردة جه الكنيسة بهدوم، تاني يوم جه بهدوم تانية، يبقى ده ايه، سبب ولا دافع؟ دافع. امال ايه بقى الحافز؟ اقول لك انا شفت واحد بقى جاي الكنيسة، ترى على فكرة 20 جنيه لو رحت البيت وغيرت هدومك وجيت في خلال ربع ساعة، ال20 جنيه بقت ايه؟ حافز. بيقولوا كده ان الحافز ده حاجة خارجية والدافع ده حاجة ايه؟ داخلية. السبب بقى اعمق من ده وده. السبب ده ضرورة عشان اتغير واضمن ان تغييري حقيقي ومستمر، لازم يتواجد عندي 3 حاجات جنب بعض. لو لغيت منهم واحدة العملية ممكن ترجع في كلامها. زي ايه؟ لو مش عندي سبب، كل شوية انا بحب البس طقم جديد، ها، بس في وقت من الاوقات يقولك يا عم ما ده كويس مش هغير ولا هقعد بيه يومين تاني. فاهمين قصدي ازاي؟ الدافع ممكن يبرد. طب خد 20 جنيه، لا يا عم خليها لك معايا غيرها. طب 50 جنيه برضو مش عايز، هي كده طالبة معايا البس الكلام ده دلوقتي. فاهم ازاي؟ لكن لان انا شلت السبب. اوكي، طب لو في سبب قوي ولكن ما عنديش دافع، زي مين اللي في الكتاب المقدس كان عنده سبب قوي انه يتغير لكن الحقيقة مش عايز يتغير؟ مين؟ لا الحقيقة عهد جديد فيها ألف ولام. طب ايه رأيكم في المفلوج اللي قعد 38 سنة؟ ها عنده سبب ولا مش عنده سبب؟ عنده سبب طبعا، انا عيان. يعني هي بسيطة. المسيح بقى لما سأله اتريد ان تبرأ؟ طبيعي، ما انا عيان. المفروض يقول له طبعا يا رب، انت بتسأل؟ ايوة. قال له لا، حقيقة ليس لي انسان، ما عنديش دافع، مش حاسس من جوه ان انا ينفع اخف اصلا. فاهمين ازاي؟ طيب عندي سبب ودافع بس ما عملتش حافز، جالي حافز من بره عكسي، جالي حافز من بره عكسي. زي مثلا انا ادم وحواء عايشين مع بعض في الجنة مبسوطين بربنا جدا، جالهم حافز عكسي، الحية راحت قالت لهم في ودانهم ايه؟ بصوا بقى، هتكونوا مثل الله عارفين الخير والشر. كله ده حافز عكسي، بدل ما ابقى مع ربنا ابقى ضد ربنا، برغم ان انا عندي سبب قوي ان انا احب ربنا واعيش معاه وعندي دافع من جوه، انما الحقيقة للأسف اتأثرت باللي بره. بطرس الرسول قاعد في وسط الخدمين يوم المحاكمة، ايه اللي حصل؟ خلي بالكم الحتة دي كويس قوي. بطرس الرسول قاعد في وسط الخدمين يوم المحاكمة، عنده سبب يقعد هنا ولا لا؟ عنده سبب يشوف المسيح ولا لا؟ ايه السبب؟ ايه اللي خلاه يروح اصلا؟ ايه اللي خلى بطرس الرسول يروح المحاكمة؟ هو عايز ينقذه اصلا، هو طلع سيف وكان عايز ينقذه، عايز يفضل معاه للنهاية، ولو صدفته عارفين بقى ايه، هو داخل يعمل العمل البطولي. بطرس الرسول داخل في وسط الخدمين
ومستني عايز يعمل العمل البطولي، خدوا مني السيف في جسيمان يا جدعان، مش عارفين هبطح واحد ولا اعمل ايه، عايز اخلص المسيح ده من ايديهم. طب استنى شوية، يمكن الدنيا تليل، يمكن يناموا، يمكن يطلعوا برة، استفرد بحارس منهم وشنكله واطلع بالمسيح، اي حاجة بقى. هو عايز ينقذه، عنده سبب وعنده دافع، عنده الحب. لكن الحقيقة الحافز كان من برة سيء، الخدمين في وسط الكلام والتهديد، ويسمع صوت الكرابيج على جسم المسيح هو نفسه يتلسع، وابتدي يخاف، حبه ما يبقاش كافي، سببه ما يبقاش كافي. انت تعرفه؟ لا معرفوش يا باشا. خلاص انكر فجأة كده. واحدة خدامة قالت له تعرف؟ لا معرفوش. ده من غير اما حد يعني ينفخ فيه، يعني ما حدش نفخ في بطرس لسه، وقال معرفوش. عشان كده معرفش يتغير، عشان كده ما عرفش يتغير. بص يا اولاد، من ضمن الاسباب بقى، الاسباب القوية بقى اللي تخلينا نتغير، لو بصيت لقيت نفسي كده مش شبعان ومش فرحان، طب انا عامل كده ليه؟ انا قاعد كده ليه؟ عارفين الابن الضال لما خلص فلوسه لقى نفسه ايه؟ مش شبعان ومش فرحان، فقال لك بس بقى اقوم الان وارجع الى ابي. طب انا زيه دلوقتي، ما انا برضو بساعات كتير ما ببقاش شبعان ومش فرحان، طب قاعد وسايب نفسي ليه؟ المسيح بيقول لي تعالى ان عطش احد فليقبل الي ايه ويشرب. عارفين الايه دي؟ المسيح قالها في عيد المظال، في عيد المظال راح في وسط الناس، وفي اليوم العظيم في العيد اللي هو اخر يوم الثامن يعني، وقف يسوع لا خلي معايا ده، معلش شويه. طب خد القلم انت جميل، ده مش عايز حاجه، ده عايز يبص. طب اقعد بقى جميل، لا سيبهولي ده جميل قوي، اقعد اقعد يا سيدي. ويقول كده وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل الي وايه ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. طب انا قاعد عطشان وسكت والنهر ماء الحي، ده انا ممكن من جوايا اشبع الناس، ومالي كده؟ كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك جوعا. قاعد كده ليه؟ سايب نفسي ليه؟ حاجة تانية تخليني عندي سبب قوي، ان انا اكتشفت عيوبي. انا فجأة اكتشفت ان انا وحش، انا اكتشفت ان انا انكرت المسيح، ايماني ضعف، بقيت شاكك، انا وحش. انا كنت فاكر ان انا بحبه، طلعت بحب الناس، بحب نفسي، بحب العالم، انا خنت المسيح، انا عملت خطيه كذا او كذا او كذا، واكتشفت ان خطياتي امامي في كل حين. الله، ده انا كنت ايه بقى، فاكر نفسي ايه بقى، شاطر، وكنت فاكر نفسي حلو، وطلعت اي كلام. طب بعد ما عرفت ان انا اي كلام، فاضل ايه؟ مستني ايه؟ يلا قوم، يلا قوم. على فكرة يعني من ضمن الاسباب التانية ان انا مش هشوف ربنا ومش هعرفه غير لما اتغير. يعني لو ما حصلش جوايا حاجة، جوايا بتتغير بجد، عمري ما اشوف ربنا. انا قاعد اعمى، والمسيح قال كده طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. طب انا مش هشوف ربنا ليه؟ لان انا مش نقي القلب. طب وانا قاعد ليه كده مش نقي القلب؟ مش هينفع، مش هينفع. يعني مثلا العذارة، فاكرين العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات، مين اللي كان يقدر يدخل يشوف العريس في يوم الفرح؟ اللي معاه زيت، اللي معاه زيت. العذارة الجاهلات للأسف الشديد قال لك أنا معايا شوية مصابيح وشوية زيت والليل ليل، وأنا عايز أشوف أعمل لي مشوار ولا اتنين. الله، أولع المصباح وضيع الزيت، ها؟ أولع المصباح وضيع الزيت. العذارة الجاهلات كلهم خدوا الزيت ولعوا بيه،
قل الزيت منهم، خلص الزيت وهم مش واخدين بالهم قبل ما يجي العريس. الشطار التانيين قالوا لا، لازم اخلي بالي، لازم اخلي بالي، مش هولع ولا حتى دقيقه واحده استنفذ بيها نقطه زيت، لان الزيت ده بتاع العريس. فاهمين؟ الحواس بتاعتي اللي باظت، خطاياي اللي اكلت افكاري ومشاعري وجسدي، يا ترى بقى دي ايه؟ سيبها؟ لا، انا هتغير دلوقتي. ليه؟ عشان اشوفه، عشان اشوف ربنا، انا مش عارف اشوفه غير كده. في يوم من الايام المسيح قال واحد عمل عرس دعا اليه كل الناس، محدش جه، قال للعبيد اخرجوا للطرقات ونادوا، جابوا له ناس، دخل الناس في وسط العرس ياكلوا الوليمة بقى، كل الناس قاعدين ما عدا واحد للأسف معلوش لباس العرس، وهو عارف ان التنبيه بيقول كده، لو ما غيرتش هدومك ولبست هدوم نظيفة هتطلع بر، لكن هو قالك لا برضو مش عايز اغير هدومي. على فكرة الحكاية دي مأساوية جدا. ليه؟ ان هو خرج في وسط الناس كده، راح رئيس المتكأ سأله، قال له انت ليه مش معاك لباس العرس؟ مكتوب كده في الكتاب المقدس. فسكت، سكت ما ردش. ليه؟ ما كانش حاطط في باله أهمية الهدوم النظيفة، أهمية التوبة، أهمية التغيير. كان بيقول عادي يعني، ما أنا ممكن أحضر فرح، عادي يعني ما أنا ممكن أدخل السماء، عادي يعني ما أنا ممكن أبقى قديس من غير ما أتغير، أنا كده زي الفل، أنا داخل كنعان، أنا داخل كنعان. وطلع أنه معلوش لباس العرس. إيه رأيكم بقى؟ تستاهل دي، ده سبب قوي اقول كده يا رب بعد كل السنين اللي عشتها معاك يضحك عليا في نهاية المطاف وما روحش السماء. صعبة دي. ايه بقى الدافع القوي؟ حاجة زي الحب. لو ما فيش حاجة من جوايا تخليني متعلق بالمسيح مش هتغير تجاه المسيح. عارفين المسيح قال ايه لبطرس بعد القيامة؟ قابله كده وسأله ثلاث مرات ورا بعض نفس السؤال، قال له ايه؟ قال تحبني، صح؟ فرد بطرس الرسول قال له ايه في الاول؟ قال له نعم. اول وتاني مرة ايه؟ قال له نعم. فاخر مرة المسيح بيقول له ها، حتى بالامارة بطرس ساعتها زعل، افتكر ان المسيح مش مصدقه، لكن المسيح مصدقه وفاهم ان هو بيحبه. المسيح بيعمل له حاجة تانية دلوقتي انا عايز اقولها لكم، بس بقى مش هحرقها دلوقتي يعني. سأله اتحبني؟ عشان يفكروا بالدافع، تقدر تتغير عشاني؟ قال له طبعا، انت تعلم كل شيء، انت تعلم اني احبك. ربنا بيقول لك دلوقتي ها، الدافع اللي جواك ايه؟ الدافع اللي جواك ايه؟ تاني حاجة بتخليني اتغير ان انا عايز اروح السماء في يوم من الايام. في مرة من المرات يا اولاد في حد من الشباب الشقي يعني بسرعة كده يعني كان بعيد عن ربنا مع الافتقاد بتاع الكنيسة، ما كانش بيروح. في مرة من المرات بقى خادم فدائي فضل يزن على هذا الشاب، زن بقى ايه يعني لدرجة ان الشاب ده زهق، قال له انا هروح الكنيسة بس عشان خاطر انت ما تجيليش تاني بس ها مرة وخلاص. قال له خلاص ماشي. فوقف الخادم قدام ربنا قال له يا رب انا جبته لك في مرة، من فضلك بقى مش هقدر اجيبه لك تاني، الحقه. فراح الشاب للكنيسة وحضر الاجتماع وخرج للأسف برضو كما هو، والحمد لله الشاب حاسس بالامان كده لان الخادم مش هيزن عليه تاني. هذا الشاب روح البيت نام، حلم الست العذراء جاياله في الحلم. على فكرة الحكاية دي حقيقية، وهو احد، هو خال احد الخدام الكبار هنا في العذراء الزيتون. الكلام ده كان في شبرا من قيمة 60 سنة. حلم بالست العذراء، قالت له تعالى عايز افرجك على حاجة. خدته منظر السماء الجميل، المسيح، القديسين، الملائكة، انبهر وفرح قوي الله، ولقى مكان حتة كده فاضية فسحة كده،
قلت له على فكرة ده المكان بتاعك، كل واحد ليه مكانه هنا. لا بجد؟ قالت له اه مكانك، بس للأسف منظرك كده مش عايزه، انت عايز تروح مكان تاني. لا بجد، هو انا عايز اروح فين؟ انا مش هدخل هنا ولا ايه؟ قالت له لا انت هتروح مكان تاني، تعالى. وديته بقى مكان تاني، بصة كده سريع على جهنم كلها يعني. اترعب واتفزع، والست العذراء قالت له الحق نفسك وصحي من النوم. واحد زي حالتي لسه ايمانه ضعيف ممكن يقول في بالي ايه الخزعبلات دي يا جدعان، هم لسه بيضحكوا عليكم بالكلام الفارغ ده، احنا لسه بنسمع حواديت كده امنا الغولة بتاعت قبل النوم دي. لا الحقيقة هو الراجل ده اتغير من اللحظة دي، وقال انا عايز اروح السماء، مش عايز اسيب مكاني. في خلال 3 سنين رجع فيهم لربنا وعاش مع ربنا بمنتهى منتهى منتهى الامانة، لدرجة ومات على فكرة 3 سنين، ومات في سن صغير قبل ما يحصل 30 سنة، قبل ما يحصل 30 سنة. ولما مات لقوا مذكرات على المكتب بتاعه كاتب فيها يوم الوفاة بالتحديد والساعة اللي راح فيها السماء. كان محد ربنا قايل له الموضوع ده من بدري من قبلها، وهو عارف الكلام ده. شوفوا القامة الروحية اللي ممكن واحد يوصل لها قد ايه، عشان مجرد بس عايز السماء. فاكرين اللص اليمين يا اولاد قال ايه؟ اللص اليمين قال للمسيح جملة واحدة، قال له اذكرني يا رب متى جيت. هو اشتهاء السماء هي الدافع اللي خليته يتغير، هو نفسه يتغير، عايز يروح السماء. هو انا عايش مذلول واموت مذلول وضيع كمان؟ لا انا عايز بقى ايه ادخل السماء. فرح للمسيح قال له اذكرني يا رب في اخر لحظة، فقال له ادخل اليوم تكون معي في الفردوس. يا ترى انا كمان مش فرصة لي اكون زي اللص اليمين؟ الكنيسة حضرتني في يوم الجمعة العظيمة وقعد تخليني اقول مع اللص اليمين نفس الكلام عشان يبقى عندي هذا الدافع واروح للمسيح واقول له انا عايز السماء. ساعات كتير بنأجل اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك ليوم واحد في السنة، يوم الجمعة العظيمة. في مرة من المرات يا اولاد احد الاباء الكهنة الكبار الشيوخ كنت واقف جنبه اثناء ما هو بيغسل ايده قبل ما يبتدي القداس يعني. فوقف ابونا المفروض بيقول جزء كده من المزامير، اغسل يدي بالنقاوة اطوب مذبحك واسمع صوت تسبيحك وبعد كده اغسلني يا رب في ابيض اكتر من التلج، يقول 3 حتت كده يعني. المهم ابونا ده عمال يقول ايه؟ لا ارادي، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اذكرني يا رب. هو عمال يقول نفس الطلبة بتاعت اللص اليمين مع انه كاهن وجميل قوي، ده حلو قوي، ده قديس خالص، قديس خالص. تخيلوا بقى هذا الكاهن عنده اشتياق السماء لدرجة بيقولها بدل الصلوات السرية بتاعت القداس. اخدتوا بالكوا اشتياق السماء ممكن يخلي واحد فينا يعمل ايه؟ هي دي القصة. دافع كمان ان انا مسؤول، دافع كمان ان انا مسؤول. ازاي انا مسؤول؟ ركزوا معايا. انا النهاردة ليا اخواتي، انا ليا اسرتي، انا ليا خدمتي. فانا النهاردة عندي مسؤولية. على فكرة مكتوب في آية ان المسيح نفسه بيقول انا عندي مسؤولية. عارفين بيقول ايه؟ المسيح القدوس اللي بنصرخ ليه بنقول له قدوس الله قدوس القوي قدوس الحازم، بيقول ايه بقى؟ بيقول من اجلهم اقدس انا ذاتي، اللي هو اصلا كل القداسة، لكن بيفكر نفسه بمسؤوليته اللي هو احنا. بيقول من اجلهم حضرتنا اقدس انا ذاتي. فتخيلوا كل واحد فينا عليه مسؤولية. عارفين جزء من صلاة باكر بيقول كده، حتى من رسالة أفسس فاكرينها، أسألكم أنا الأسير في الرب ها أن تسلكوا كما يحق الإيه للدعوة التي دعيتم إليه. إيه هي الدعوة دي؟ invitation يعني، يقول لك تعالى احضر معنا الفرح، thanks for coming. لا، دعوة يعني رسالة، الرسالة التي دعيتم إليها. إيه يا رب الرسالة بتاعتي؟
انت عايزني اعمل ايه؟ هو انا بس انت خلقتني عشان اكل واموت تاني ولا ايه؟ فاكرين الغني الغبي يا اولاد؟ الغني الغبي ها؟ غير يا اولاد، يعني الغني الغبي. ايه بقى قصه الغني الغبي ده؟ فكر وقال ايه؟ قال كلي يا نفسي ها؟ واشربي وافرحي لان لك خيرات كثيره موضوع لسنين عديده. يلا بقى كلي وافرح. ايه رسالتك انت؟ انت جاي تعمل ايه اصلا؟ جاي تاكل وتشرب وتفرح؟ انت الصفه بتاعتك اللي تناسبك اسمك غبي. ودي صحيح. هو انا النهارده جاي عشان البس واكل واقلب في الموبايل واموت؟ فين رسالتي؟ طولت عليكم معلش. اخر حاجه وهي الحافز، الحاجه الخارجيه اللي بتخلينا نتغير، الحاجه الخارجيه اللي بتخلينا نتغير. شايفين المسيح في مره من المرات قال كده ايه؟ كل من ترك، ها عدوا معايا، ابا او اما او اخوه او اخوات او بيوت او اموال من اجلي فياخذ في هذا العالم 100 ضعف وفي الدهر الاتي الحياه الابديه. عارفين البركه؟ البركه ربنا عايز يبارك. ربنا بيديني 100 ضعف مقابل كل تغيير انا بتغيره بيديني نجاح. كل ظلم اتظلمه يوسف الصديق اخد قصاده نجاح، والتغيير كان عظيم جدا في حياة يوسف، حتى ان يوسف بقى من اعظم شخصيات العهد القديم. حاجات تانية بقى حوافز، ها طوباكم ايها البكون الان. ليه؟ لانكم ستفرحون. المسيح يقول كمان اراكم ها فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، اما ثمر الروح فهو ها محبة وفرح وسلام، صح؟ ولا اترككم يتامى. كل دي تعزيات خارجية جايبها لي ربنا منه ليا عشان يقول لي يلا حبيبي اتغير، يلا حبيبي قوم، ما تسيبش نفسك كده واقع، ما تسيبش نفسك مش عايز تتغير. اخر حاجة في الكلام بتاعنا النهاردة هو عربون السماء، حتة من السماء. عارفين كلمة عربون دايما بمعنى ايه؟ اديني حتة من اللي هاخده بعدين. يعني مثلا انت اتفقت على بيعة، يقول لك العربون كام؟ ايه العربون ده؟ جزء بتدفع تضمن بيه ان انت هتاخد الحاجة في الاخر. يا ترى ربنا بيديني عربون ايه بقى؟ ايه العربون اللي ربنا بيديهوني؟ بيعيشني في السماء وانا على الارض. الحافز بتاعه ان انا موجود في كنيسته، هي دي شباك من السماء موجود جوه الارض. عشان كده بيقول وهذه هي الحياه الابديه. حد يعرف باقي الله؟ ايوه برافو. هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت ايها الاله الحقيقي. لما اكون انا بقى بتغير هعرف ربنا، هحس ان انا في السماء كاني لسه وانا على الارض باصص فوق في السماء. عشان كده بولس الرسول شاف السماء، ربنا فتح له وشاف السماء، يقول كده اعرف انسان في الجسد مش عارف، خارج الجسد مش عارف، اختطف مثل هذا للسماء الثالثه، وكان بيتكلم عن نفسه. اختطف شاف السماء وقال لي اشتهى ان انطلق واكون مع المسيح. ذاك افضل جدا ان انا اتغير عن اي حاجه. قد خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية، مش دعوة بحاجة، انا مش مبسوط غير بيه هو بس. احنا كده خلصنا. لو حد عنده سؤال ماشي، حدش عنده سؤال يبقى احسن لنا نمشي قبل ما نتأخر اكتر من كده. في اسئلة؟ لإلهنا كل مجد وكرامة الان وكل اوان والى ظهر الدور امين. تفضلوا نسألوا.
حاجة.